اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ واسمه يوسف مش عارف ايه او حاجه كده. الواد يوسف ده الاراجوز ابو زنبلك ده بتاع يوسف حسين ده واحد كذاب ولد ساقط فمسمي نفسه جو عشان يرضي سيده. المشكله مش في جو، المشكله في من وراء جو. فلاح مش اصيل انه يعمل فيديوهات يفبرك قد شعر كده هتحدد تحلق شعره. لا ده راجل تاني. يلا اهلا بكم في جوش شو. اهلا بكم جوش شو. جوش شو مرحبا بكم في جوش شو. جوش شو اطلع يا ابو زنيده، اطلع يا ابو زنيده، اطلع لها يا ابو زنيده. اهلا بكم في جوش شو. جوش شو جوش شو جوشو جوشو. اهلا بكم في جوشو 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 جوشو. انتظرونا على قناه التلفزيون العربي كل يوم خميس الساعه 10 على قناه العربي، الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره، من الاردن، اسكتلندا، من البنك المركزي الاوروبي في فرانكفورت، من امريكا، من الدوحه، طلوع الحلالي، ابو سنيده، كردستان العراق، قهوه ابو سنيده، نيجيريا. شكرا شكرا لكل الناس الجميله اللي تبعتنا فيديوهات مقدمه كل حلقه. اهلا بكم في جو شو مره تانية. بقى لنا 5 مواسم بنقدم البرنامج، ولحد دلوقتي اول ما امسك السكريبت واقرا في بدايته ان بيتكلم عن مجلس الشعب اضحك، وبعدين اتفاجئ انه مش فيه، عندنا فعلا في مصر مجلس الشعب. ومش بس كده، ده في انتخابات كمان لمجلس الشعب ده، اتفاجئتوا زيي صح؟ طب افاجئكم تاني، مجلس الشعب ما بقاش اسمه مجلس الشعب اصلا، اتغير اسمه لمجلس النواب من فتره. تقريبا عملوا كده عشان الناس ما تاخدش بالها وتنزل تنتخب تاني. قال لك مش احنا نواب وبنروح هناك نجلس وما بنعملش حاجه يعني، يبقى نسميه مجلس النواب. ايه دخل الشعب بقى بالموضوع؟ واحتمال في المستقبل يبقى اسمه اوتنج النواب. اصل النواب بيروحوا المجلس مش عشان الشعب ولا حاجه، ده بيروحوا بس عشان الصحبه الحلوه. طب تعرفوا ان مجلس النواب بقى فيه 568 عضو بدل 540؟ ده حقيقي، الرئيس حس ان الديمقراطيه كانت واقفه على 26 عضو دول. طب تعرفوا ان قاعه مجلس النواب بعد الساعه 10 بتتاجر قاعه افراح والحجز عن طريق علي عبد العال؟ يعني دي بهزر فيها بصراحه. اصلا ممكن اقول لكم اي حاجه وتصدقوها عادي، يعني ممكن اقول لكم يعني بالرغم ان احنا ما عندناش اصلا انتخابات رئاسيه وبالرغم ان احنا ما عندناش ديمقراطيه، الرئيس عمل من فتره انتخابات لمجلس الشيوخ والاسبوع ده هيعمل انتخابات لمجلس النواب. تخيلوا. في البدايه هنتكلم عن انتخابات مجلس النواب 2020، برلمان 2020. الانتخابات بدات، عندنا انتخابات ان شاء الله لمجلس النواب على الابواب، بارسون انتخابات مجلس النواب، وبتوع الفراشه هيشتغلوا اخيرا وهم عطلانين، وهيبدا الراغبين بقى في الترشح لانتخابات مجلس النواب، تقديم مستندات لكل ناخب بيقدم اوراقه علشان يدخل الانتخابات. صوره مهزليه بتحصل النهارده في تقديم الاوراق. شوف القتال والزحام، ثورة تشريعية ونيابية جديدة، شايف مرشحين كتير في كل الدوائر، أنا مش عارف، وفي ناس بايتة من امبارح، في إقبال شديد جدا على الترشح، أنا شايف أعضاء كتير 90% مثلا من اللي أعرفهم اتقدموا للترشح. عدد المرشحين كده أكتر من الناخبين اللي هيدلوا بأصواتهم. احنا عايزين أعضاء برلمان يكونوا تحت الكبة البرلمانية المحترمة. حاول بقى تجتهد شوية تعرف مين المرشح الشاطر من المرشح الخايب. أتمنى نرجع زي زمان للناس اللي بتحاول إن هي يعني تبقى في، ما تنتخبش واحد عارف إنه حرامي، في قمة الترشيح وعندها الفكر وعندها قوة السياسة الحقيقية. المهم يعني فخلونا نساعد بعض في موضوع البتاعه بتاع الانتخابات دي. يلا يجوزوا يا جماعه، معتز بجد ملي من الحاجات بتاعتكم دي. قولوا يلا البتاع اللي اسمه، اللي هو اسمه ايه ده؟ البتاع بتاع الانتخابات دي اللي بيتجمعوا فيه ده وما بيعملوش فيه اي حاجه. لا مش القهوه، هو زي القهوه بس هناك الشعب هو اللي بيحاسب على المشاريب. وبعدين المره دي البتاع بتاع مجلس الشعب، وقبليه البتاع بتاع مجلس الشيوخ، ولسه البتاع بتاعنا هيتعدل له في البتاع ده، هيقعد له بتاع كام سنه، ولسه بص ليله كبيره. لا سيبك انت من الساعه يا معتز، انت محتاج تبص في النتيجه. يعني انت ناسي اسمه وبتنصح الشعب يجتهد شويه؟ لا بس واضح بصراحه ان حجز كرسي في مجلس الشعب اسهل من حجز كرسي في السينما، بدليل ان الشعب كله راح يقدم. 90% مثلا من اللي اعرفهم اتقدموا للترشح. هم تقريبا حضرتك سمعوا ان البرلمان ده عامل ان البرلمان عامل ايفنت فراحوا يحضروا. فاكرين البرلمان ده بيعمل جلسات علاج طبيعي.
او يمكن صحباتها اشتروا في العاصمه الاداريه او لو اقرب نادي لبيتهم هو مجلس الشعب. يا اخي الانتخابات دي والله بتجيب لها ناس غريبه. صوره مهزليه بتحصل النهارده في هو يقصد ان هي مهزله هزليه بس دمجهم في بعض كده بكارت يوجي. هو درس من اللغه العربيه 7 حروف بس. حتى لما اتكلم عن شكل مواصفات المرشح المثالي قال في قمه الترشيح. قمه الترشيح لا وقت ما رايح اللجنه الانتخابيه عشان تعمل طلب ترشح يقول لك لا والله انت شكلك مش في قمه ترشحك. روح اترشح شويه وتعالى. حتى دايما تلاقيه في مجلس الشعب بيقولوا سهل توصل لقمه الترشيح بس صعب انك تقدر تحافظ عليه. ايه يا معلم؟ يعني انت قلت قمه الترشيح وقلت الكبه البرلمانيه والقوه السياسيه الحقيقيه يعني كل حاجه غلط. الحاجه الوحيده اللي قلتها صح كانت سموها عليك في بدايه الحلقه. انت لو كلمتنا بلغه الاشاره انا فاهمك عن كده. يا جماعه الراجل ده مذيع. انا متاكد اني قابلته في كمين على المحور تقريبا. الشنط ده داخليه وش. يا جماعه يا جماعه مجلس الشعب ده معمول لهدف اسمى وارقى بكتير. بتوع الفراشه هيشتغلوا اخيرا وهم عطلانين. اصلا الرئيس عامل الانتخابات عشان يشغل بتوع الفراشه العطلانين دول. وما بيعملش انتخابات رئاسه عشان يريحهم شويه. قلبه على الشعب. طبعا انت يا شدي من 100 اللي الرئيس عينه في مجلس الشورى لا محتاج فراشه ولا غيره. معقول يا رئيس؟ معقول يعني تعين شردي في المجلس وتسيب الراجل ده؟ والله حاجه في قمه المهزليه. بس واضح يا جماعه ان المرشحين اكتر من اللي هينتخبوا فعلا. شكلها كده المجلس السنه دي هيفرز حاجه نظيفه فعلا للشعب المصري. في 17 مرشح 17 في محافظه واحده. اختبار المخدرات كان ايجابي عندهم. ايجابي التحليل في المخدرات. ما تم اعلانه هي محافظه الدقهليه 17. 17 فصلة الشعر نعرف من خلالها ده بقاله كام يوم بيتعاطى مخدرات. انت ايه يعني قالب الحجر قبليها بليله وجاي لنا التعاطي كده للمخدرات البيور؟ يعني انا لو ماشي شميت حاجه دخلت احلل يطلع لي ايجابي؟ قبليها بطل بشويه يعني على الاقل. يعني في كل محافظه من المحافظات في اسماء كتير تم استبعادها بسبب المخدرات. وكان فيهم سيدات؟ منهم 3 ستات. معلش اسمع تاني. بينهم 3 سيدات بيتعاطوا المخدرات. مرشحه وطلعت بتتعاطى حشيش يا جماعه. اه والله العظيم يا فندم. مساء الفل. قطع وكل. مساء الدستور. بقول لك ايه والنبي خد لي فيل الاستجواب ده. ايه ده؟ مجلس الشعب فيه 17 واحد من محافظه واحده طلعوا جابوا مخدرات؟ انا برضو قلت الناس تعبه نفسها واقفه في طابور في عز الشمس والزحمه والبلد اصلا ما فيهاش ديمقراطيه. لا اكيد الناس دي شاربه حاجه وش. مخدرات البيور. ايه ده مخدرات بيور كمان؟ معلش مواد حافظه. يعني كل حاجه مغشوشه في مصر الا المخدرات طلعت بيور؟ لا مستحيل. اكيد هتلاقي واحد ماسك قفص عيش، واحد عايز يجدد البطاقه. ما هو مش كل المخدرات مستحيل تكون بيور يعني. والستات ده احنا كنا نسمع عن الستات بتيجي الشغل تلف محشي لكن تلف جوينت. اه وانا اقول ليه عاملين قبه ومغطين البرلمان؟ تلاقيهم عايزين يعملوا المجلس غرقانه. ايوه ايوه انا عارف الحاجات دي. ده مجلس الشعب ده اللي هو رجل رايحه جايه فيه الناس بتصطبح فيه تخيلوا. امال مجلس الشورى اللي مستخبي ده؟ ده زمانه غرزه دلوقتي. ده المجلس اللي فات كان من غير مخدرات وفي عز فوقانه اتنزل عن جزيرتين. امال الديلرز اللي جايين دول يترشحوا يعملوا فينا ايه؟ لا بس يا جماعه في مذيع ذكي قوي قال ان خصة الشعر ممكن نعرف من خلالها بقاله كام يوم بيتعاطى مخدرات. فدي بصراحة فكرة حلوة ان احنا نشوف اي مرشح من مجلس الشعب شاكين فيه وناخد خصلة من شعره ونعرف اذا كان بيتعاطى ولا لا. عايز اقول لحضراتكم ان احنا بتوحشونا جدا. طيب احنا كان عندنا برنامج المرة اللي فاتت او الجمعة اللي فاتت تحت القبة بنكمل برنامجنا لان ضيفنا يعني فعلا وحشنا. منور ضيفنا الاستاذ طارق سيد توفيق الطويل. برضه باين عليك التعب برضه. يعني طبعا انا ببحث وبدور لحد ما بنلاقي سؤال يناسب حلقتنا ويناسب ضيفنا اللي منورنا استاذ طارق سيد توفيق طويل. يعني نفس التعب كله من اجل البلد. لا سيبك بقى من قصه الشعر دلوقتي تعال. عايزك انا نفسي اعرف ايه الصنف اللي انت بتاخده مخليك هادي كده. خد بايدي والنبي نفسي ابقى في ربع روقانك كده. لا الراجل ده شكله هيبقى كويس قوي في مجلس النواب. لا 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 مش عشان رأيه الاقتصادي أو أفكاره السياسية، لا عشان لما يحصل تصويت مثلا في المجلس على ضريبة هنبقى ضامن إنه مش هيرفع إيده بالموافقة. الراجل بيستسلم قوي. اللي هو في مشروع ضرايب على المواطن. طب في اتفاقية ترسيم حدود. طب ما تجيب حاجة من أجل البلد. لا أنا مش عشان ضربت مثال من شوية بالجوب تجيبوا لنا نائب مخدر وقاعد مصطبح. أو ده بقى لما يقعد على الكرسي في مجلس النواب
حد عدى كده من جنبيه هيقوم له يسيب لي الكرسي عشان نازل المحطه الجايه سال استباحه. بس لا لا، حط نفسك كده مكان النائب ده كده للحظه كده، اكيد خايف يا عيني. قناه اسمها الصحه والجمال عامله برنامج بديكور قناه الزمالك وبتقدم فقره سياسيه اسمها تحت القبه، باين قوي يعني ان هو بيحاول يخبي البرنامج احسن يتشاف. بس برضو يعني مش معقول كل المرشحين مترملين كده، اكيد عندنا خامات تانية حلوه. يمكن ظالمين النواب يعني. شوف كده يا جماعه الناس اللي مترشحين اكيد في ناس كفاءه. يا جماعه مجلس الشعب ده ليه قيمته، ليه رمزيته، لازم يبقى في وعي عند المواطن يعرف يعني ايه عضو مجلس الشعب الاول. ان شاء الله ان شاء القدر واصبحت عضو في البرلمان هشرح معنى كلمه عضو في توقيت يعني. اتفضل. كلمه عضو اول حرف من عينه، اول حرف من اسمه عين. يكون عين المواطن، المواطن وعين اهل ديرته. تاني حاجه حرف الضاد، ضياء ونور لاهل ديرته. تمام. حرف الواو وفي وصديق لاهل ديرته. اكتر من كده جمال في شرح كلمه عضو طبعا مفيش. يا سلام، والله ولا احسن من مدرس احياء. لا، وشرح العضو من غير تشريح او تلميح بصراحه بيوصل المعلومه بمنتهى الوضوح والاحترام وفي سريه تامه. بص انت احسن لك يعني تعمل لك بانر كبير كده وتكتب عليه اخطبوط اللغه العربيه، وتشوف لك كرسي في سنتر مش كرسي في مجلس الشعب. اكتر من كده جمال في شرح كلمه عضو. اظن كده مفيش اسهل من شرح كلمه عضو. المواطن اصلا بينتخب النواب عشان يشرح لهم معنى كلمه عضو. يعني لو في وقت في الحلقه ساعه ممكن نخليه يعمل لنا اسقاط لكلمه جوب برضو على البرلمان، اللي هو جوب الجيم يعني جامل اهل دايرتك، الواو يعني وتاني مره جامل اهل دايرتك، والباء يعني بقول لك ايه ما تنساش تجامل اهل دايرتك. لا بس يا جماعه لو المرشحين عاملين دماغ فالدوله فايقه برضو، وانا واثق في الدوله وفي اختياراتها بصراحه. طالما قررت ان هي تعمل انتخابات مجلس الشعب اكيد عندها كفاءات هي اللي هترشحهم. لواء شرطه رأفت ألهم محمود النجار مرشح مجلس النواب 2020. السيد العقيد علاء خير الله المرشح عن دائره مركز ابو تيج وصدفه والغنايم. اللواء فايق الزكي مرشحكم لعضويه مجلس النواب. اللواء محمد شريف عبد الحميد جنديه. السيد اللواء السيد نصر. اللواء أنا اللواء سامي سنوسي البصير. عميد أركان حرب السيد غلاب محمد. كنت ضابط جيش. سيادة العقيد محمد الأمين عضو مجلس النواب. الحملة الانتخابية بتاعت اللواء بدوي عبد اللطيف. اللواء بدوي عبد اللطيف هلال. المقدم حامد الزعبلاوي عن دايرة المحل. نعم نعم للواء بدر الشابوري. مرشح حزب مستقبل وطن. أنتوا عندكم هنا يعني انتخابات الجنرالات زي ما بيقولوا. محمد شريف جندية. اللهم لا حسد. أبناء القوات المسلحة يعني شايف إن هم أجدر ناس إن هم يبقوا موجودين كنواب عن الشعب. ما شاء الله كل دول وقت. أنتوا يا باشا عاملين كبسة على البرلمان عشان اللي بيشربوا مخدرات صح؟ مش رايحين تترشحوا؟ إيه ده معقولة؟ أصل إحنا عندنا في مصر اللي هو بيطلع على المعاش بيعاد تدويره وبيتعين بقى محافظ، وزير، عضو مجلس الشعب، مفيش حاجة عندنا من الجيش بتترمي. بس الوقت عددهم كبير شوية. أعتقد محتاجين نزود في المجلس كرسي قلاب. أو علي عبد العالي يا ريت ياخد واحد جنبيه. أو يقول في الجلسة الصبح يا ريت بس كل واحد لواء ياخد مدني على حجره. بس أنا يا جماعة شايف إن إحنا كده بنظلم فئة كبيرة من الشعب. يعني إن أنتوا تعينوا عميد وعقيد ولواءات ده مش هيبقى فيه ظلم لأمناء الشرطة والملازمين اللي في الجيش؟ معقولة؟ معقولة دلوقتي في مصر بقينا محشورين ما بين اللواءات والمخدرات؟ استنوني. اهلا بكم مره ثانيه. الرئيس السيسي بقاله فتره كده مقموص من الشعب وكل ما يطلع في خطاب يزعق له كان احنا اللي مغلين عليه الاسعار ومزنقين عليه المعيشه. حتى لما حب يعاتبنا عمل لنا مؤتمر، وزي اي مؤتمر الرئيس قعد في اول صف ومسك الحديده واطلق العنان بقى للكلام عن الانجازات وحريه الراي والتحديات،
والضيوف كانت رقبتهم فيهم اللي رايح يمين وفيهم اللي رايح شمال. لو خدتوا بالكم حتى في الاستراحات يعني اليمين بيبدلوا مع الشمال عشان رقبتهم يعني ما تتلوحش. ورغم ان الرئيس هو الوحيد اللي بيمسك الحديده لكن كل مره بيتعصب ويقفش علينا وبعدين يضحك لوحده وبعدين يصالحنا لوحده برضه. رئيس مجنون كده مجنون صراحه. المره دي الرئيس فاجئنا وعدى ليفل انه يعاتبنا وبيدعي علينا على الهوا. بيقول لك بصوا بيعملوا فيكم ايه، دول سايبينكم، دول بيحرموكم، دول بيعذبوكم، دول فاسدين، دول كذا دول كذا. لا والله لا والله 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 لا احاج الكل يوم القيامه قدام ربنا على اللي احنا بنعمله. والله والله لا احاج الكل يوم القيامه. تحاجي اسمها تحاجي؟ رئيس مصر مش عارف ايه من تحاجي واحاجك وتحاجي الكل ايه يا ريس؟ ده انت لسه بتكلم الناس بقفاك ومكسل تلف لهم. عايز تقنعني انك هتقوم كده وتقف قدامهم وتحاجيهم ولا هتفضل بقفاك كده لحد يوم القيامه؟ وبعد كل الضرايب والاسعار اللي غليت دي انت اللي هيبقى ليك عندنا حاجه وتقف تحاجينا؟ الرئيس خد كل حاجه مننا وطمعان في لسه في حسناتنا. هي في يومنا هتحسن حرفيا. وبعدين انت بتحسب انك هتقف الوقفه دي؟ مفيش حراسه وامن دوله فوق. اللي زيك لو ما تابش هيطلع من بره بره على طول. كلمنا رئيس، كلمنا رئيس ارجوك من غير حلفان. فهمنا انت متضايق ليه؟ يعني انت عامل مؤتمر يعني مش حلقه ذكر؟ كلمنا عن احوال البلد، الحاله الاقتصاديه. فهمنا انت ليك عندنا ايه هتحاجينا بيه واحنا نصدقك بس ارجوك من غير حلفان. والله 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 انا بحلف ولا يليق ان احلف والله على الله سبحانه وتعالى قسما بالله. اللي ما تحقق في الست سنين أو السبع سنين اللي فاتوا دول يساوي عمل 20 سنة. 20 سنة في كل شيء. أنا بحلف بالله. طب لسه تاني؟ لسه كمان 50 سنة شغل. أيوة. يبقى إحنا ما نشتغلش؟ نرتاح يا محمد؟ نرتاح بقى يا محمد؟ ولا نقوم نمشي بدل رقبة اللي اتلوحت ديت؟ نرتاح؟ مش كده يا محمد؟ مش كده يعني؟ ولا حقيقي انت كمان؟ ايه ده يا ريس؟ يعني المشاريع اللي اتعملت في 7 سنين دي تاخد في العادي 20 سنة؟ صادق يا ريس والله ده كفايه القروض. ما شاء الله القرض اللي ممكن يتاخد في 20 سنة انت خلصته في 6 سنين. طب طالما خلصتهم بدري كده يا ريس ما تاخد اجازه 13 سنه الفاضلين دول بجد والله. بعدين مش احنا قلنا من غير حلفان يا ريس؟ ولا يليق ان احلف والله على الله سبحانه وتعالى. طب والله العظيم محترم يا ريس شكلك متدين قوي. يعني مش فاهم يعني ايه احلف على الله ديت، بس طالما قلت لا يجوز فشكلها حاجه محترمه. فطالما لا يجوز ما تحلفش بقى قسما بالله. يا ريس انت خضتنا انا ومحمد. ده انت اول واحد اشوفه بيحلف انه ما يحلفش. ست يا ريس طب عرفت ازاي ان مصر محتاجه 50 سنه شغل؟ بالويم كده؟ اصل انت قلت ما بتعملش دراسات جدوى. هتلاقيك صحيت الصبح كده طلعت بالهليكوبتر بسيت على مصر من فوق كده اللي هو بقول لكم يا رجاله النحتايه دي كده كده بالصلاه على النبي يعني تاخد 50 سنه شغل. الصراحه يا ريس احنا اللي شايفينك مرتاح ومنتخ اكتر من محمد، احنا اللي تعبانين. خليني اسالك احنا بقى بعد 7 سنين من فتره حكمك البلد وصلت لفين؟ ده ابسط حاجه يا ريس ان احتياطي مصر في اقل من 4 شهور نزل 7 مليار دولار. مين المسؤول عن ده؟ مش انت برضه؟ المحافظ البنك المركزي موجود. يجي يقول لي ايه ده انا داخل عليا في العرض كده يقول لي احنا الحمد لله الاحتياطي وصل ل 38. بقول له يا دكتور مصطفى بتقول 380 مليار؟ يقول لي لا 38. اقول له لما تبقى 380 مليار دولار قول لي. خلاويص خلاويص ايه لسه ما كملناش 380 مليار؟ طب انا قاعد 50 سنه كمان لحد ما تخلص. لا بجد اول ما يوصلوا 380 مليار قول لي. نرتاح بقى يا محمد؟ نرتاح بقى. بص ظبط كده الاحتياط النقدي ولما تخلص رن لي. ما تدخلنيش في تفاصيل. طب قول لي بلاش، تصرفنا الكام في التعليم؟ مركزنا الكام؟ ال 138؟ لما نبقى الاول في التصنيف يبقى سيب لي رساله على الواتساب. ايه الاكل لسه ما استواش؟ لما يستوي يبقى اغرف لي. تتغدى معايا يا محمد؟ نتغدى بقى. وبعدين 38 مليار ايه يا محافظ البنك المركزي؟ الرئيس خلاص الدنيا زهزات معاه، انسى بقى السيسي بتاع زمان.
دلوقتي بقى حاطط صندوق نقد في جيبه. قال يعني المحافظ لو قال له الاحتياط يبقى 380 مليار هيقول له يلا ربنا يبارك لك فيه. ده هيخلصهم في 10 كباري وتفريعه ومقبره وقصرين رئاسه ناو. وبعدين ايه ده يا ريس؟ هو قال لك الاحتياط النقدي بقى 38 كانجاز؟ ده الاحتياط النقدي مع بدايه السنه دي كان 45، ده قل. ايه يا محافظ البنك المركزي؟ اشتغل يعني الرئيس عشان هو غلبان ومش متابع احوال البلد؟ حرام عليك. على العموم يا ريس عايز اقول لك صعب قوي الاحتياطي يوصل 380 بصراحه، بس اضمن لك بوجودك الديون ممكن توصل. ريس بقى عامل زي باك مان، حتى لو الاحتياطي بقى 380 مليار يقول لك لا والله محتاجين 385، تجيب له 385 يقول لك عايز 50 بير بترول. هيفضل يعجزك وعمرنا ما هنخلص من حوارات الريس. بس على الاقل يا جماعه اهو بطل يحلف، ما تتخيلوش دي لوحدها ريحتني ازاي. والله والله انا بحلف. اللي يضيع 100 مليون وعايز يضيعهم عشان يصل هو لمكان متصور انه هيعمل بيه دوله، دوله تقوم، دوله تقوم ازاي؟ دي دوله ما قامتش بقى لها 150 سنه. تقومها بايه؟ انت فاهم الحكايه؟ انت فاهم الحكايه الاول؟ فاهم يعني ايه دوله؟ طب والله العظيم وانا صادق ان شاء الله انا قعدت مع كل الناس دي سنتين او سنه ونص عشان اكون الكلام دقيق قوي، قبل الانتخابات بتاعه 2012، واسالهم هتعملوا ايه في مشكله التعليم؟ طب هتعملوا ايه في مشكله الصحه؟ طب هتعملوا ايه في مشكله الاسكان؟ طب هتعملوا ايه في الازمه الاقتصاديه اللي موجوده؟ انا والله العظيم ما لقيت اجابه، انا بحلف. يعني انت عايز تتصدى لدوله تمسكها وانت مش عارف تحدياتها وازاي هتحل المساله؟ ايه ده يا ريس؟ انت سالت مرشحين 2012 عن برامجهم الانتخابيه اللي كانوا دايرين يلفوا بيها على كل البرامج وما لقيتش اجابه؟ لا، انت لو سالت حد وما لقيتش اجابه يبقى انت وش كنت واقف قدام المرايه. طب انت ما لقيتش اجابه منهم فقررت تحبسهم يعني؟ الوحيد اللي فلت منهم موسى مصطفى موسى. الوحيد اللي رشح السيسي. لا بس انت شكلك فاهم الحكايه يا ريس وعارف ازاي تحل التعليم. ينفع التعليم في ايه مع وطن ضايع؟ شاطر اهو. اساله كده ازاي تحل مشكله الاسكان؟ ودكتور مصطفى موجود كان بيكلمني على ثمن وحدات سكنيه للاسكان المتوسط. فبقول له بتبيعوا شقه بكام للاسكان المتوسط؟ فقال لي رقم. قلت له لا الثمن ده قليل. الثمن ده ايه؟ قليل. قلت له من فضلك زود الثمن. انا بقولها دلوقتي قدامكم، انا اللي قلت له اعمل كده. طبعا اشطر واحد بصراحه حل كل مشاكل البطال. 1000 عربيه تروح سوق العبور مثلا. البطاله في مصر عددهم برضو 1000 واحد برضو ولا كام؟ لا المشكله الاقتصاديه كلنا عارفين حلها طبعا. عبي يابا. ايه يا ريس المفهوميه دي كلها؟ لا ده تيجي تحاجينا بقى بجد. انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده يا ريس؟ طب والله العظيم وانا صادق ان شاء الله. بص ان شاء الله يعني على حسب التسهيل، لو ربنا سهلها بقى صادق، لو ما سهلهاش ممكن يعني اكون بكذب. لا بس سيبك من كل ده يا ريس، انت متاكد انك قعدت مع كل المرشحين الرئاسيين ما لقيتش عندهم برنامج؟ لا يا جماعه ندور ونشوف كده، اصل مين المرشح الاهبل يعني سوري يعني اللي مش عارف ان في حاجه اسمها برنامج انتخابي ولا عارف ايه تحديات البلد ديت وما عندوش اجابه لحاجه زي كده؟ احيانا احنا واحنا بنتكلم مع بعضنا بننسى. وتقول لي حمتك الانتخابيه اخبارها ايه؟ طب كنت قلت لي من الاول. احنا حولنا الموضوع من استدعاء انزل يا سيسي الى انه فين برنامجك؟ كنت قلت لي من الاول برنامجك ايه؟ عشان نقيم ونقول لك طب البرنامج ده احنا موافقين، سيب الجيش وتعالى. مش كده برضه ولا ايه؟ مظبوط. انا سبت الجيش وقفلت الدكانه تقول لي فين برنامجك الانتخابي؟ لا احييك على ثقتك يا ريس. راح للمرشحين يقعد معاهم يسالهم انتوا ازاي ما عندكوش حلول للازمات؟ هو ما عندوش برنامج انتخابي اصلا. لا وكمان قبض عليهم وترشح هو. ودلوقتي بيعايرهم. كفك يا ريس. ده انت يا ده كنت غشيت منهم اي كلمه سندتك دلوقتي. وبعدين دي غلطتكم بصراحه، انتوا اللي استدعيتوا الريس وما قلتوش يجيب البرنامج بتاعه هو جهاج. طب كنت قلت لي من الاول. جيت تساله دلوقتي؟ هيقول لكم الحمد لله كويسه بتسلم عليك، ليه في حاجه؟ هو كان فاكر انه جاي يأجس في قصر الرئاسه وجاي يرتاح. مش هترتاح بقى يا محمد؟ مش هترتاح؟
الناس قالوا له تعالى يا ريس امسك البلد، قام حتى كده يعني من غير ما يحط لقمه في بقه، وراح رامي بدلته العسكريه وساب مدرسته وراح جر الشكلنا. يا جماعه الرئيس كان صريح معاكم من الاول، انتوا بس اللي بتنسوا. الرئيس ما عندوش برامج، الرئيس ما عندوش خطط، ما عندوش دراسات جدوى، بس في 1000 عربيه خضار تمشي معاكم. تمشي يلا استنوا. اهلا بكم مره ثانيه. الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن راديو لبنان، وكنت فاكر راديو لبنان ده هيكون اول واخر راديو هتكلم عليه الموسم ده، لحد ما الاسبوع ده في الاردن برنامج اسمه علينا وعليك بيتذاع على اذاعه ولدي في راديو الاردن. الراديو ده استقبل مكالمه من مواطنه اسمها احلام التميمي، وقام قطع عليها الاتصال. اول ما قطع الاتصال الدنيا اتقلبت في الاردن. لكن قبل ما نبدا، للي مش عارف، احلام التميمي سريعا هي مواطنه اردنيه فلسطينيه كانت اسيره اكتر من 10 سنين عند قوات الاحتلال. طلعت في 2011 في صفقة تبادل أسرة مشهورة اسمها جلعاد شليط، عرفت جوزها في الحبس واتخطبوا، أول ما طلعوا اتجوزوا وعاشوا في الأردن. بص، لا لهم علاقة لا بالسياسة ولا لهم علاقة بأي حاجة، وعاشوا حياة سعيدة جميلة، قصة كفاحهم قصة لذيذة جدا، يعني والله أحلى من قصة فيلم حب في الزنزانة. لكن عشان إحنا في الوطن العربي ومفيش نهايات سعيدة، شهر 5 اللي فات بقى 7 نواب أمريكان راحوا للكونجرس وقدموا طلب إن هي تتسلم هي وجوزها لأمريكا. فإدارة ترامب قالت لحكومة الأردن، بقول لكم إيه، الست دي وجوزها مطلوبين دوليا، سلموها يا اما هتلاقوا العقوبات نازله عليكم بتمطر. حكومه الاردن قالت اخس اخس، احنا نعمل كده؟ احنا نسلم واحده اردنيه لامريكا؟ احنا عمرنا ما نعمل حاجه زي كده. وراح ابصل لجوزها كده وقال له، بقول لك ايه، مش انت معكش جنسيه اردنيه؟ ما نفسكش تخلص ورق في القنصليه؟ راح واخد نفسه وطيران على الدوحه. احلام التميمي بقى بكل احترام طلعت وقالت انا اردنيه وبتمنى من ملك الاردن يبص في قضيتي، رجع لجوزي الفلسطيني اللي اضطرت بدون اي سبب. فالاثنين المذيعين قطعوا عليها الاتصال، فالشعب الاردني انتفض وعمل كذا هاشتاج اشهرهم احلام التميمي صوتك عالي، وبقت ترند رقم واحد في الاردن وبقت ايقونه اكتر ما هي ايقونه. عايزكم بقى تركزوا في الفيديو اللي جاي ده وفي ايد المذيعين كويس وفي صوتها، وركزوا قطعوا الاتصال عليها ازاي. مرحبا، يعطيكم العافية. يعافي قلبك. أنا حابة أشارك ببرنامجكم لأني أعلم بأن منبركم الإعلامي هو منبر صوت الحق لكل من يريد أن يطالب بحقه. مين معنا؟ معك أنا المواطنة الأردنية أحلام التميمي. أهلا. وعندي قضية حابب أطرحها عبر أحلام التميمي. أحلام التميمي. نعم نعم، أنا الأسيرة المحررة والمواطنة الأردنية المولودة في الأردن أحلام التميمي. أهلا وسهلا، تفضلي. تفضلي. يعني أود أنه أن يصل صوتي بعد أن أرسلت مناشدة لجلالة الملك المعظم عبد الله الثاني. أود أن أؤكد على هذه المناشدة وإن شاء الله أنه يسمعني عبر برنامجكم وأن تصل هذه المناشدة. أنا توجهت لجلالة الملك لأني أعلم بأنه هو الأب الحاني والعطوف. نعم. على كل الأسر الأردنية. أكيد. وأنا التي تقطعت أوصار أسرتي وتفرقت عن زوجي دون سبب مقنع، أعلم بثقة بأن جلالة الملك سينصف. أخت أحلام، تفضل. صوتك بيقطع، تغيرينا مكانك يا غلبك إن شاء الله، أو رجع تصلي مرة ثانية إذا بنغلبك. نعم هيك تمام، تفضلي. طيب أنا يعني أعيد الفكرة، وجهت أخت أحلام الصوت بيقطع. الأردن أغلى وطن. إخس إخس، حتى كبت الأصوات وصل للراديو اللي هو عبارة عن صوت أصلا. وبعدين مش قناة ميلودي بتتحدى الملل؟ أمال الاتنين تامر أمين دول بيعملوا فيها إيه؟ يعني دول المفروض كده يجوا الصبح عشان يدوني الدفعة والحماسة بتاعت اليوم؟ أنتوا كأنكم حطيتوا بدل الريد بول عرق سوس. لا بس هو فعلا كل الراديو فعلا محتاج له جزء ريل، يعني عشان الإشارة قصدي. عيب عليكم، فين أخلاقكم كإعلاميين؟ وبعدين يعني الحركة دي مش حلوة خالص، يعني عايز تقطعها بجد؟ لا ألو؟ آه وطي صوت التلفزيون لو سمحتي، اسمعينا من التليفون. قلت لك ايوه بس انا بكلمك على الراديو. لا خلي عرفات مين، اتصرف يا معلم، اتعلم الاعلام بتاعنا. وبعدين فيها اعلام الاردن، اصلك فكرتني كده بواحد برضه اصوله اردنيه. افصله. تخيل وسيم يوسف، وسيم يوسف اللي هو القاع حضرتك، قال افصله على طول كده ما عادش يحور زيكم. مذيع عمال يخربش ويقطع في المكتب. تعالى يا حميد تعالى، انا شاكك ان انت مهندس الصوت صح؟ فانا انت فهمت الحركه دي غلط وقمت مخلص على جنبك. لا ديت يعني
لا ما شاء الله على ذكائه، عمال يصغر بطرف عينه يشاور بايده. الحمد لله ان هي ما كملتش اكتر، كان بدا يرفع يفط اللي هو ايه يا فريق اعداد سوري دي اللي راديو في السعوديه معلش ايه يا معلمين في ايه بس افهموا بقى. لا دي لجزء انا اسف انا اسف. ها يوسف علاء دايما بنسى معلش. اهي اهي يعني بصراحه ما لقيناش احسن من الصوره ديت عشان المعدين عندكم يفهموا ان ده وقت القمع. بس بصراحه يعني انا يعني مش هتقل عليكم، خصوصا بعد موقف الشعب الاردني العظيم اللي حفر عليكم على السوشيال ميديا. يعني بعد القلبه اللي حصلت عليكم ديت انا شايف يعني اقل حاجه انكم تعتذروا. اي خلاص عاد كل كسات بقطع مش سافتكم على اساس انكم يعني هذا انكم المناضلين. يعني ما احنا بهسه بفوت عبر فايلاتكم بنشوف كلكم شو قاعدين بتعملوا شو بتكتبوا. بالله عليك فكونا من المزاودات. يعني واللي واحد قاعد بقول لك اعلام ماجور، يعني انت مش هتيف ماجور بقيت بالزمانات؟ فكك ما احنا حافظين بعض. بص وانا قبل ما اعلق على اللي انت قلته انا عارف ان الصوت طالع عندك مكتوم، ما انت برضه لازم تحط المايك في المكان اللي بيطلع منه الكلام. صدقني كل حاجه هتتظبط، اصل عادتك دي يعني هتقعد كده كتير. وبعدين صحيح يعني انتوا هتزطوا علينا، لو انا اعلامي ماجور فانت هتتيف ماجور. يا ريت بعد كده اللي ينتقدنا يبقى مواطنين النخبه اللي هي الهاي كلاس دي عارفينها. ثواني هو قال عليك اعلام ماجور؟ ليه هو انت عمرو اديب؟ ده انت كلمه اعلام دي كبيره قوي عليك. يعني انت سمعت عن كائن اسمه ايسر؟ تخيل بقى ان ايسر ده اعلامي اكتر منك. انت ماشي ممكن تجيب تامر امين اوكي، بس ما تقولش اعلامي وبتكلم ان هي مسلمات. انا اعلامي ماجور انت هتف ماجور. نتخطى بقى يا جماعه المسلمات دي. وايه بتخش بروفايلات الناس دي؟ انت ضابط امن دوله عندكم في الاردن بتعينوا مذيعين راديو؟ احنا عندنا مشجعين يا سبحان الله. لا وهي بصراحه لايقه على شنبك وصوتك اللي هو المفروض المتصلين الصبح كده يكلموه. بقول لك ايه يا فندم مساء الخير، بص حته كده الله يخليك عزيز مرقه على بالي. ها يلا انت وصاحبك. ها انا مش عارف ايه لما تطلع تعترف بالغلط وتعتذر. سهله يا عم، يلا هنديك فرصه تانية. يلا انت اعلامي بقى اعلامي انت بني ادم المفروض تكون صريح مع الناس وتكون صوت الناس. دائما هذا البرنامج وهاي الاذاعه المحترمه دائما هي صوت الناس وهي اللي بتوصل صوت الناس. حياتي حالك الله يسعد قلبك. اتمنى انه لا تفصل خطي وجهي. تفضل. قبل لا اطلع معك انا على البث هون. نعم. الاستديو طلب مني عدم التطرق لموضوع احلام، شو السبب؟ يا سيدي هذا اعداد، فريق اعداد، هاي سياسه اذاعه، احنا حرين، بدناش نضل نحكي بنفس الموضوع لانه ليش؟ حبيبي شوف اذا بدك تبلش تحكي باتجاه اخر يعني بضطر اودعك. مش هقطع الصوت بس هودعك، ومش هتكون اول واحد اودعه خلي بالك. احنا مش صوت الناس، كلمني بقى على المقلوبه تسريحة شنبي غير كده. لا ايه معانا اتصال؟ معانا اتصال ونقول الو. عايز ايه يا فندم؟ تفسير احلام ومعانا الاغنيه الجايه محمد فؤاد اودعك اخر وداع. ثواني الواحد مش ضامن احلام من دي برضه، لازم على طول اودعك. معانا اتصال تاني. ايه يا فندم بتقول ايه؟ عندك تميمه حظ؟ وداع يا دنيا وداع على اللي باع وما كملش. ايه يا جماعه سياسه القناه عايزه كده؟ انا كراجل ماجور هنفذ سياسه القناه. انت فاكرني بقى اعلامي حر وهسمع رايك؟ لا رايك ده بنحطه فين يا نشأة؟ بص بصراحه عشان المصداقيه يعني وبعيد عن اي حاجه فحابين نشكر قناه ميلودي ان هي قفلت البرنامج ده. بصراحه حركه محترمه تحسب لها بغض النظر يعني هي كده كده هي الكسبانه، لكن يا ريت بقيه البرامج اللي في الراديو ده تطلع وتنفي كل كلامها وتمتص غضب الناس بعد اللي حصل من الاثنين دول. الناس اليوم عم بتلوم اذاعه ميلودي انه قطعت الاتصال لاسيره اسمها احلام التميمي، فبدي امتص غضبكم، بدي اياكم تستوعبوا. اول شيء لازم يكون واضح الاشي اللي بدي اقوله انه صوت احلام وصل واكثر مما نتوقع وصار ترند عبر هوينا وعبر كل مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا جانب مشرق
وجزء مليان من الكاسة، ما تطلعوا على الكاسة بالجزء الفاضي اللي فيها. اه يا جماعة، نص على نص الكاسة المليان، مش خلناها ترند. انت كنت تعرف مين احلام التميمي غير لما قفلنا في وشها الخط؟ احنا صفر اعلام صفر اخلاق، بس وصلناها ترند. يعني مثلا لو قالوا على واحده ان هي ماشيه على حل شعرها، ومشيها البطال اللي على حل شعرها ده ماشيها مع يوسف علونه، هتقولي بس على الاقل بتمشي والمشي رياضه، صح؟ الناس بقى تقول ايه؟ نص على نص الكاس المليان. حضرتك لو رحت في البير الناس كلها تتكلم عنك، واولهم علونه. مش عارف المثل ده؟ ايه نص على نص الكاس المليان؟ هات لي بقى المذيعين تاني. انتوا عارفين عارفين ايه هو فعلا نص الكاس المليان؟ لا يا علونا خش، دي كاسة مية دلوقتي. نص الكاسي المليان كان في شهامة الشعب الأردني اللي وقف وسمع العالم كله وعرفه من هي أحلام، وكان صوتها بعد ما إعلامكو وسياسات القناة منعت صوتها. تمام. اهلا بكم مره تانية. الاسبوع ده في سوريا للاسف حصلت حرائق في معظم ارياف محافظات اللاذقيه وحمص وطرطوس. النار فضلت اكتر من يومين كاملين، وفرق المطافي مش عارفه تسيطر على النار. مزارع كتير جدا اتحرقت، وعائلات كتير سابوا بيوتهم بسبب الحرائق دي. النار زادت لدرجه ان روسيا تدخلت، بس ما تقلقوش يا جماعه، المره دي على بيت مطافي بس. يعني سبحان الله نفس القصه، حرائق عائلات اتهجرت وروسيا تدخلت. القصه بس ناقص لها دكتور عيون وتكمل. هتقعدوا بقى تقولوا لنا هتهرجوا وفي مأساة في سوريا؟ لا، هو احنا لنا السوريين بيهرجوا وبنهرج معاهم. ده المطافي نفسها كانت بتهرج لدرجه ان هم كانوا جايين يطفوا الحرايق بالخرطوم اللي بنغسل بيه العربيه. حتى اعتقد هم مش بيطفوا الحرايق، يعني تقريبا بيشاوروا للمطافي عليها. لا، وثلاثة ماسكينه. ليه يا شباب في ثلاثة ماسكينه؟ ده خرطوم يعني، مش كرسي رئاسه. كفك يا دكتور. وبعدين هات لي كده معلش الصوره تاني. ايه يا عم الحاج اللي في النص، انت ماسك ايه؟ هو انت لقيت طابور قمت واقف فيه وخلاص؟ انت كنت بيوزعوا رطب ولا حاجه؟ بس خلاص يا جماعه خلاص، عايزين الاعلام بقى يقول لنا سبب الحرائق اللي حصلت ديت. هل هي تغير مناخي ولا كارثه طبيعيه؟ هل هي بفعل فاعل؟ اكيد الاعلام السوري اللي عمره ما فشل انه يفاجئنا عنده اسباب ما لهاش علاقه باي حاجه سببت الحرائق دي. مشاهدينا، كان في اسباب كتير عديده لنشوب الحرائق بمحافظه اللاذقيه وغير المحافظات. دائما في عندنا مصطلح نحن بمجال الجغرافيا الطبيعيه بنقول انه الطبيعه لا تؤذي نفسها. هذه النار استاذ مفتعله، وسبب الرئيسي قدوم سياده الرئيس للانتخابات، هذا هو السبب الرئيسي. اولا الغابات شالت بتوقيت واحد. الضغط اللي زاد على الشعب وعلى الناس وعلى مبين انه قسم منه نرى الانتخابات لانه قربت الانتخابات. هذا فعل ارهابي بامتياز. اتوقع ان يكون متعمد. هذه شغله ارهاب. عم يحاربونا بلقمه عيشنا. كيف عرفوا للهوى شرقي شعل المنطقه؟ معلم شغله ارهابيه هي. التحقيقات تقول حتى الان ان هناك عدد من المشتبه بهم. هذه الامور تجعل فرضيه ان الحرائق مفتعله هي الاقوى. سياسات الحرق كانت ايضا من السياسات التركيه التي انتهجتها تركيا في عمليه نبع الدم. هناك اناس سخروا من قبل الإرهابيين أو الدول المعادية لسوريا $100 بيطلع بيحرم. ناس بتولع سوريا $100؟ لا يا ريس، ده $100 بس، ورقة كده صغيرة بصفرين مش بخمس أصفار. لا لا لا، أنا قلت برضه الريس بيبدأ يتحمس كده من ثلاث أصفار وانت طالع. لا لا لا، الله اهدى، ادوله أي حاجة خضرة يا جماعة، أي بيتحمس من أي حاجة خضرة. روح يا ريس، دي مأساة يا ريس. وانتوا ايه اللي $100؟ هو انتوا اي ازمه كده تقولوا مندسين $100؟ ده انتوا لو بشار جاله اسهال هتقولوا في واحد حط له الفله في المنافله $100. ايه يا جماعه، اهدوا شويه. وانت يا حاج بتقول ايه الخضوم الانتخابات وسبب الحرائق؟ انت لو جيت قلت لي ان في تنين مجنح هو سبب الحرائق ديت اصدقك، بس ما تقوليش ان في انتخابات في سوريا. ايه الاسباب دي كلها؟ مندسين $100، المناخ، الانتخابات، تركيا، فعل ارهابي متعمد، رياح شرقيه، تنين مجنح، ايه؟ مفيش قوم عاد وصمود طيب؟ خلاص يا جماعه، مش لازم سبب الحريقه، يعني على الاقل بدل ما تقروا على اي هري كده على الهوا، اطلعوا فهموا الناس تعمل ايه في موقف زي كده. صباح الخير لكل حدا انضم لنا ببدايه الاسبوع الجديد عبر شاشه سما الفضائيه. لقائنا بلش معكم اليوم بمشوار صباحي معتاد،
وأخبار للأسف محزنة عن الحرائق اللي اشتعلت بمناطق واسعة بأرياف طرطوس، اللاذقية وحمص. مشاهدينا، لما بيصير ألم بمنطقة معينة فثقوا تماماً إنه كل سوريا عم تتألم، إن كان بحلب، إن كان بطرطوس، باللاذقية، بالسويدة، بدرعا، بدير الزور، بالحسكة، بكل مكان. وللأسف رب العالمين شاء إنه بلدنا من 10 سنين لليوم تتألم. بهالمنطلق اسمح لنا يا نور نصبح على الشيخ حسن. تفضل يا شيخ، شو عنا اليوم؟ نحن عم نساوي اليوم بتيفور. تمام عم يطبخ الشيف بتيفور والدنيا عم تشتعل بالحرائق. فخص عليك يا شيخ، فخص عليك، بتعمل لنا بتيفور والدنيا بتولع. معروف وقت الحرائق بنعمل كب كيك. طبعا لو بلاعه تسدت في الشقه بنعمل ايه؟ بنخش على طول بقى ايه بوافل المجال. وبعد الفاصل هنعمل لكم كحك القصف وجيل الكيماوي. لا، كل مشكله ومصيبه بتحصل في سوريا هنقول لكم المقادير بتاعتها. لو مش عاجبك حلوياتنا ابعت لنا اسمك وهنولك ببرميل النوتيلا مطرح ما انت قاعد. لا طيب يا جماعه، يعني انا متخيل كده السوريين قاعدين، يا عم بتفور ايه؟ انا بيتي اتحرق. لازم الحكومه السوريه تطور من منظومه الاطفاء، لازم طيارات اطفاء، عربات بخراطيم حقيقيه. يعني الحريقه حصلت السنه اللي فاتت واللي قبليها وبعد الشر ممكن تحصل تاني. لازم الاساليب العلميه اللي خدتوها عشان يعني تحلوها. رح يكون معنا الدكتور رياض قرفلاح، استاذ في علم المناخ. هل من المتوقع انه في ربما انه ينزل مطر قريبا دكتور؟ الاحتمال الضعيف اللي هلا كنت عم تابع النشره، يعني ننتظر دعاء المؤمنين، يعني باعتبار صلاه الاستسقاء امبارح. اقيمت صلاه الاستسقاء في عدد من المساجد في المحافظات السوريه، حيث تضرع المصلون الى الله تعالى أن يرسل الغيث ويرفع البلاء ويخمد الحرائق. اطفنا يا مولانا، خلصنا من هذه الحرائق. ولهجوا بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ السيد الرئيس بشار الأسد. وفق ولاة أمور المسلمين وولي الأمر فينا عبدك وابن عبدك بشار الأسد رئيس الجمهورية الذي أمر به صلاة الاستسقاء في كل مساجد سوريا. الله أكبر، بشار هو اللي أمر الناس بالصلاة والدعاء للاستسقاء؟ حتى الصلاة في سوريا بقت بأمر رئاسي؟ بصوا أنا طبعا مش نبي استغفر الله العظيم يا رب ومش شيخ، بس أدري يعني لو مطرت، هي مطرت في سوريا بس ما فيش نقطة مطر نزلت على الحرايق يا جماعة. مين اللي داعي؟ وبشار إيه اللي أمر بالدعاء؟ ده السوريين هم داخلين الحمام بيقولوا نعوذ بالله من الخبث والخبائث وبشار الأسد. والجملة مش رايقة، بشار أمل، بشار يأمر الناس بالدعاء والصلاة؟ ده لو اتبرع بطفاية حرق تبقى عاملة كده. وبعدين انتوا اي حاجه كده بترشقوا فيها بشار، يعني ايه علاقه بشار اصلا بالموضوع؟ مش لازم اي طهور او ولاده كلب بلدي تنسب فيها الخير لبشار. وبعدين مش عيب الدنيا قاعد تكون بتولع وانت بتأمر الناس تنزل الشارع وتصلي وتدعي وانت قاعد في القصر بتهوي على المنافله؟ يعني اقل حاجه تعملها انك تنزل كده وتطمن الناس ان في حلول، تعويضات لاراضيهم اللي خسروها، يعني اقل حاجه ممكن تعملها لشعبك. سأحاول إجراء لقاء الآن مع السيد رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد. تحية لك، تحية لك سيادة الرئيس. لا قصد أنا كلمة مع الإعلام راجع لعنصر بارك طول. تحية لك سيادة الرئيس. أهلا وسهلا. لو سألتني ما الذي سنقدمه كدولة، المؤسسات المجتمع المدني ستقوم بحمل العبء الأكبر لنكون يعني ندخل لجوه الموضوع دعم مادي. فهنا نحن أولا أمام تحدي إعادة الإنتاج. الجانب الآخر الذي قد يكون أكثر صعوبة هو عدم توفر الوسائل التقنية للقيام بهذا العمل بشكل سريع. بس ثانية شوي شوي، لابد أن يكون هناك قرارات بقمع لهذه المخالفات من قبل أي شخص. بقول لك اهو، احنا عايزين نقمع يابا. انت فاكر نزلتي دي ببلاش؟ ده انا متضايق ان الطبيعة بتقطع عليا. بس ثانية شوي، ثواني. لا مش عشان جيت تزيطوا فيها، لان لولا الكاميرات يا سوريين كنت طفيت بكل الحريقة. يعني والله كويس ان هو سيبهم يقولوا الله سوريا بشروا، بس كويس انه سمح بان اسمه يبقى ثالث حاجة. لا مش بكلمك انت يا حمدتي، انا ببص للكاميرا فين عادي، مالكش دعوه بالموضوع ده. سوي انا يعني بعيدا عن اللي بشار قاله، هو الراجل ده بيبص على ايه؟ مش هتلاقي حاجه. لا هو بيسيبها لازقه على الكرسي في القصر وبيطلع عادي. وصحيح انتوا فاكرين لو في مشكله بشار ولا يحلها؟ لا طبعا، مؤسسات المجتمع المدني. طب انتوا فاكرينه سرقها ليه؟ ده ابن خالته رامي مخلوف اللي عليه قضيه فساد وهربان في الامارات طلع وقال بشار واخد منها 7 مليار ليره، وبيقول نتمنى الفلوس دي تروح للناس المتضرره فعلا. تخيلوا 7 مليار ليره يعني 3 مليون دولار. ايه لا دي للغلابه يا ريس، للغلابه مالكش انت دعوه بالموضوع ده، للغلابه او جيب بشار. يعني بص هو وضميره، هو بصراحه لو ساب الموضوع لضميره فادي دقني لو في اي حد متضرر خد حاجه.
سوريا بقالها 9 سنين في حرائق كل يوم بتزيد وبتبلع في طريقها كل اللي باقي من البلد العربي الكبير وتاريخه وشعبه. حرائق يشهد عليها كل هاشتاج حاول ينبه العالم ان ادلب تحترق وحلب تحترق ودمشق تحترق. للاسف في بلد زي سوريا بقينا مضطرين نختار الاحن من نار النظام ونار الطبيعه بعد ما بقت هي دي الاختيارات اللي قدام شعبها. للاسف برضه مضطرين نقول ان نار النظام اللي محشيه بارود وفسفور ومليانه كماوي لو نزلت عليها نار الطبيعه احتمال تبقى بالنسبه لها زي الميه وتطفيها. كل السلامه والامن والامان لاهلنا في سوريا. شكرا لكم، شكرا لكم.